صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. في البداية بنهنئ كل إخواتنا المسلمين ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. الموضوع صراحة أصبح مزعج جدا اللي احنا نتكلم فيه، ومقالتنا من اليوم السابع أونلاين بالصحفي جرجس أوتسي وقناة الملكة والأمير، بنستغيث أو نداء واستغاثة إلى كل المسؤولين خارجين عن القانون وراء سرقة صفحات الفيسبوك وابتزاز الفتيات المسيحيات ماديا، كما تم ضبط شاب تورط في 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية، وخبراء يقولون الحبس 2 وغرامة 200,000 جنيه عقوبة لانتهاك الخصوصية، وجرائم تقنية المعلومات أو فيما يعرف بجرائم الانترنت من الناحية العملية تزداد في الانتشار يوما بعد يوم، حيث تعددت تلك الجريمة في الأشكال والأنماط. ويأتي ضمن أبرز تلك الجرائم المتعلقة بالسوشيال ميديا تهديد السيدات والفتيات المسيحيين، ويدعون بأنها صور فاضحة وابتزازهن بغرض الحصول على مبالغ مالية أو إقامة علاقات غير شرعية. مسلسل ابتزاز السيدات المسيحيات التي يحصل عليها أشخاص بطريقة ما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت في الأونة الأخيرة حيث ظهرت جريمة الابتزاز الإلكتروني، وهي أحد صور الجريمة الإلكترونية التي تخترق المجتمع وتهدد العالم كله وتضرب في مقتل أهم أهداف أي مجتمع متحضر من تحقيق الأمن لأفراده وشعورهم بالأمان في حياتهم. ولعل جوهر وسبب تجريم جريمة الابتزاز الإلكتروني هو التهديد والابتزاز والضغط الذي يمارس على الضحية بتهديده بإفشاء سر فيه يرى أنه قد يكشف عيب أو تعيب، مما يضطر معه إلى الانصياع والإذعان لرغبة الجاني. هذه الجرائم الإلكترونية التي يحقق من ورائها. وسوف نستمر معكم، قناة الملكة والأمير دائما تعطيكم كل ما هو جديد.